رحم الله أباك لقد كان شاعرا، هل تجيد شيئا من الشعر؟ قال بلى. قال اذهب وانعل الحسين. هذا كذلك تأكيد على ميراث الإمام عليه السلام. احنا عدنا أن تقرير المعصوم حجة، أمره حجة، فعله حجة. فالإمام حينما يأمر بشر بالذهاب والنعي على الحسين، ترى مو عبط، هذا تأكيد على الميراث الإلهي. ذهب بشر إلى المدينة حاسر الرأس ودموعه على خده، وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، هرع أهل المدينة من كل جانب ومكان، يا بشر ما الخبر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله. هو صاحب العزاء، هو صاحب المصاب. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. حتى وصل بشر إلى تلع من تلاع قبر رسول الله ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر يا بشر؟ لقد أفجعتنا. قال: قتل الحسين. فأدمعي خل صوتك وياها وأبياتك ومأجور يا مؤمن. قتل الحسين فأدمعي مدرار، صف لنا حال الحسين يا بوش. قال: الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. صوت من خلف، من الخلف يتخطى الرقاب: يا ناس بالله دفرجوا له وخلوه ينزل عن ذلوله، أبا سايل وبستمع قوله يوم التقى وذوله بذوله. عباس بيض وجه لوله. من هذه المرأة؟ قالوا: هذه أم البنين. نادى: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر، لقد قتل الحسين. يا أم البنين الأربع ذبحة وضماية، وظلوا ثلاثة أيام بالغبرة عراية. وليتش نظرت على النهر شايل الراية، مفضوخ راسه مقطع شمال ويمين. وجهت بوجهها ناحية كربلاء، نادت يقولون: يا ابني باللواء. شقيت الصفوف ودارت عليك القوم: يا ابني بزان. وقعت يم المشرعة مقطوع مفضوخ راسك والدم من جروحك تسيه. معلوم يا ابني ضيعت زينب والاطفال، والله معلوم يا ابني ضيعت زينب والاطفال، حرمة وضعيفة وعايلة والقوم ظلام.
والله حسافا كان زينب ضبت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي. الله من أم لنصر الدين لم تحزن وقد ضحت له أولادها إن لم يكن لهم قبورا جددت فلأجل أن تهب الحسين سوادها.